طبعاً الهدف من الإعلان عن هذه الإجراءات هو تبسيط الإجراءات المتعلقة بالخدمات الحكومية، فهذا الإجراء طبعاً سوف يسهل على الطالبية خدمة التحقق من صحة المؤهل من الحصول على الوظائف سواء في القطاع الحكومي أو في القطاع الخاص من خلال تبسيط الإجراءات، إشراك الجهات الحكومية في التحقق من صحة المؤهلات من خلال التعاقد مع شركات متخصصة في هذا الجانب. فيما يتصل بالقطاع الخاص، فالقطاع الخاص طبعاً القرار متروك له، رب العمل يقرر إن كان يريد التحقق من صحة المؤهل. إن كان يريد ذلك بإمكانه اللجوء إلى الشركات التي تعتمدها وزارة التربية والتعليم وتعلنها، وهي شركات موجودة ومتاحة ويعني تتقاضى يعني مبالغ رمزية جداً. وفي نهاية المطاف هو يبقى عملية الخيار للقطاع الخاص لرب العمل، هو يختار ما إذا كان يريد التحقق من الشهادة من عدمه. بالنسبة للدراسات العليا على مستوى الماجستير والدكتوراه، وزارة التربية والتعليم سوف تستمر في منح شهادة إيداع في المكتبات الوطنية لمن يرغب بإيداع رسالة الماجستير أو طروحة الدكتوراه، وفي سواء كانوا العاملين في القطاع الحكومي بإمكان الجهة التي يعمل فيها الموظف التحقق من صحة المؤهل من خلال الشركات التي سوف يتم الإعلان عنها والتعاقد معها. أما في القطاع الخاص فالقرار كما ذكر في المؤتمر الصحفي متروك لرب العمل في القطاع الخاص.